انا خلصت تسجيل دلوقتي في الفيديو الاولاني في الدوره ديت، ومجرد ما خلصته هو اوتوماتيك لما عملت له فينش بنطري ان انا اضغط F10 او هروح هنا اهوت على الريكوردر بتاعي بالشكل ده اهوت، وبعدين اضغط له ستوب. تمام، بمجرد ما خلصته ضافولي هنا في التايم لاين في تراك جديد. فانا دلوقتي عايز امسح التراك القديم ده هوت عن طريق ان انا اجي عليه واتك ديليت بالشكل دوت عشان ما يبقاش عندي اكتر من فيديو، وابتدي ان انا انزل التراك الايه الجديد اللي انا سجلته بالشكل ده هوت علشان ابتدي ان انا اعمل عليه الشغل بتاعي. هتلاحظوا برضو ان انا المكتبه عندي لسه زي ما هي، الكراد دوت كاميرا ريكورد اللي كنا شغالين في دوره البايثون عليه الفيديو اللي عدى لسه موجود زي ما هو. لو عايز تحذفه هتحذفه من المكتبه عن طريق تضغط ديليت، لكن ده مش هحذفه من على الهارد درايف ولا حاجه، هو يشيله لك بس من قدامك. برضو انا ما انتش محتاج الصوره دي دلوقتي، بس هسيبها عشان اشتغل عليها بعدين. بكده يبقى قدرت اضيف ملف جديد واحذف ملف قديم بالشكل دهوت. لما نيجي نشغل هنتكلم في الدورة ديت عن برنامج جديد هتلاحظوا ان الصوت واطي قوي. طب ازاي اعلي الصوت؟ لو انا مثلا كنت بسجل والصوت واطي، اقدر ان انا اعلي الصوت عن طريق ان انا اروح للاوديو بالشكل دهوت، وبعدين احدد التراك اللي انا عايزه الاول. يعني مثلا عايز احدد التراك دهوت والصوت هو الذبذبات الصغيره اللي خضره فاتح اللي نازله تحت فيه، وبعدين ابتدي ان انا اعمل فوليوم اب فوليوم اب فوليوم اب بالشكل دهوت. هتلاحظوا ان الصوت فعلا بيعلى معايا خالص. واللذيذ في الموضوع دهوت انه مش بيعمل لي نويز. يعني لو جينا نشغل تاني، اسم تيجا ستوديو. تيجا ستوديو هو برنامج لتسجيل الشروحات على الكمبيوتر زي هتلاحظوا فعلا انه عمل لي بالشكل دوت، يعني علل الصوت من غير ما يعمل اي نويز. طب لو افرض ان كان في نويز، لو في نويز تقدر انت تتعامل معاها عن طريق انيبل نويز ريموفال بالشكل دوت. لو ضغطت عليها هتدخل على ادفانس، وبعدين تبتدي انت تعلي السكيل بتاع الحساسيه او توطيه زي ما انت عايز. انا عن نفسي مش بحب اعملها لانها بتغير في طبيعه الصوت. يعني مثلا لو جينا شلنا الحساسيه، لو علينا حساسيه قوي وبعد كده عملنا ران تاني شغلناها، انا بشرح لكم دلوقتي كده باستخدامه. زائد ان هو برنامج مونتاج قوي جدا كمان مره ومسهل جدا. احنا هنتعرض للجزئيه بتاعه المونتاج الخاصه بيه. تقدر انت تعمل ريكورد السكرين، اول ما تفتح الكامتيجا ستوديو هعرض لك ريكورد السكرين لابعاد اليوتيوب بالظبط. هتلاحظوا ان في حاجتين بقى، هتلاحظوا ان هو على تراك. تمام، ودي كانت يعني ميزه سريعه من مزايا التعامل مع الصوت ده. برضو تشيل الكليكس اللي هو بيتعرف على الكليك ساوند. لو انت الماوس بتاعتك صوتها عالي تقدر برضو انت تشيل الكليبنج والكليك سنسيتيفيتي. كل الكلام ده تقدر انت تتعامل معاه من داخل الكامتيجا ستوديو بالشكل اللي حضراتكم شايفينه دوت في التاب اللي اسمه اوديو زي ما حضراتكم شايفين. دلوقتي انا هرجع الامور لنصابها شويه، هبتدي ان انا اصغر ديت. تمام، علشان نبتدي ان احنا دلوقتي احنا خلصنا الفيديو بتاعنا هو خلاص، لكن ناقصه حاجه واحده بس، ناقصه ان احنا نضيف له كول اوت. كول اوت يعني ووتر مارك. هنبتدي ان احنا نيجي نهوت كده اهوت، هنختار تكست ووتر مارك، وبعد كده هنبتدي ان احنا نكتب فيها الكوبرايت بتاعنا. هنقول له خاطره دوت كوم بالشكل دوت، وبعدين احدد الكل، وبعدين اجي على الفونت واقول له 18 لان عايز الدوت كوم نفسها تبقى 18، وبعدين اختار خاطره نفسها واقول له عايز خاطره نفسها 36 بالشكل ده، فهتبقى كبيره كده. بعد كده ابتدي ان انا اختار الكالر بتاعي، هقول له انا عايزها باللون دهوت، وهبتدي ان انا اقول له انا عايزك تعمل لي خاطره نفسها بولدد بالشكل دوت. وبعدين بعد ما اخدها ابتدي ان انا احطها تحت هنا في اخر الملف بالشكل اللي حضراتكم شايفينه دهوت. ده هيعمل لي ووتر مارك عشان ما فيش حد يسرق الشغل بتاعي وينسيبه لنفسه. طب والووتر مارك ديت على تراك لوحدها، انا عايز اخليها على مدار يعني تمتد في الفيديو بطوله، فهقوم جاي ساحبها وشددها بالشكل دهوت، وبكده عملت الووتر مارك بتاعتي. طول ما الفيديو شغال، طول ما الفيديو شغال فهي شغاله جنب هنا تحت بدون اي مشاكل. وهنشوف دلوقتي مع بعض ده هيتم ازاي. كده الفيديو بتاعي تقريبا جاهز، مش محتاج ان انا اوصه ولا اعدل فيه، فالمفروض ان انا هعمل له برودكشن. فاقوم جاي مثلا عامل بروديوس اند شير بالشكل ده. تقدر انت تشير بروبرت او يعني بيديك امكانيات يا اما تشير عليها، تقدر تشير اليوتيوب على طول، تقدر تشير السكرين كاست، تقدر تعمل فيديو بلاير لو انت عندك موقع يشغل لك الملف دهوت زائد الملف. انا عن نفسي بختار الخيار ده، ودايما ام بي 4 اونلي مش ام بي 4 وذ فيديو بلاير، لا ام بي 4 اونلي اب تو 720 بي. بعد كده بتتكه بيقول لي اختار البرودكشن نيم بتاعك، فانا هقول له كامتيجا ستوديو الانيشالز بتاعت الدوره بتاعتنا، وابتدي ان انا اقول له working with the timeline او مثلا producing، بلاش دي، producing a file project. يلا تمام،
وبعد كده ابتدي ان انا اتكله فينش. هتلاحظوا على طول ان في حاجه حصلت، ان الكمتاج اختفى بمجرد ما انا بدات اعمل حاجه زي كده، وبعت لي المربع بتاع الريندرنج بروجكت بالشكل دوت، والريندرنج بروجكت قاعد يعد 2.6 2.7 2.8 2.9 شغال، وفي الخيار انت تعمل كانسلنج. بمجرد ما يخلص هيبتدي انه يعرض لنا الفيديو في الديفولت ميديا بلاير بتاعك. ماشي، طبعا هو قرب يخلص لنا اهوت، هو دلوقتي داخل في 98 وابتدى ان هو يخلص. بمجرد ما يخلص هتلاحظوا على طول انه هيفتح لنا الملف. هنتعلم بعد كده الدقيقة هي الناحية اللي فيها الدايمنشنز اللي انت عايزها لي. انا بشتغل على اليوتيوب فهختار الدايمنشن بتاع اليوتيوب، انت تقدر تختار الابعاد. هتلاحظوا ان حصل مشكلة دلوقتي انا كنت قاصدها. المشكلة ديت انه احيانا كمتيجا ستوديو بيتذاكى شوية. يعني ايه بيتذاكى؟ هو بيبقى قاصد انه يبقى ذكي، تمام؟ فهو بيبقى ذكي بيعمل اوتو فوكس على الحاجة اللي انت مركز عليها، فهتلاحظوا انه شال الجناب بالشكل ده. لو حاجة زي كده حصلت هتقفل الملف بتاعك خالص، هتحفظ اسمه الاول سي اس داش بروديوسنج بروجكت، تمام؟ وبعد كده تقول له فينش هنا. هتيجي نوت على الملف دوت نفسه، تمام؟ هتلاحظ انه في سهم بالشكل ده، لما تضغط على السهم ده يفتح لك الافكت، هتلاقي نقطة كده، تمام؟ الافكت ده هو اللي عامله لك اوتوماتيك وانت بتسجل، احنا مش عايزينه فنضغط عليه ديليت فيحذفه لنا. لو جينا ان احنا نعمل بروديوسر شركة من مرة، هنيجي نعمل كده اهوت، وبعد كده نتكلم سي اس، تمام؟ بعد كده بروديوسنج بروجكت، هيقول لي ان الملف موجود، اعمل له اوفررايت، هقول له يس بالشكل دوت. هيبتدي ان هو يعمل لي ريندرنج تاني للفيديو الجديد اللي ما فيهوش المشكله ديت، وابتدي ان هو ينتجه لي. ونتوقع طبعا انه لما ينتهي هيشغل لنا الملف كالمره زي المره اللي عدت اللي قبل كده، وهنشوف مع بعض ان الاجناب مش طايره ولا حاجه. هتلاحظوا طبعا المرة دي ان الناحية الشمال دي والناحية اليمين دي ما تمش قصهم زي ما كان في الفيديو اللي عدى. اظن ان التعامل مع الكامتيجا ستوديو سهل جدا، لكن احنا عايزين نسهله اكتر عليكم، عشان كده هنتعلم في الفيديو الجاي ان شاء الله ازاي احنا نعمل بروجكت جديد، وازاي ان احنا نعمل التمبلت للبروجكت ده، بحيث ان احنا نضيف بس الفيديو وعلى طول نشتغل من غير ما نقعد نضيف الحاجات الكتيرة اللي ممكن نضيفها زي الانترو وزي الووتر مارك وزي الكلام ده كله. اشوفكم على خير، الدرس الجاي. السلام عليكم ورحمة الله.